انا دمي حنان. وانت؟ اني بنشاور عقل يعني. انت صغنطوط ولذيذ قوي، بس عفريت شقي وصايع ولبط ودايس. طب عفريت وشقي وعارفينها، الباقيين بقى يطلعوا ايه؟ لبط يعني مقلب في الدنيا وفايت في الناس وشايف الفيلم من اوله لاخره وحافظه، ودايس يعني عارف كل الامم وكل الحواري وكل المطارح وسايب في الاقسام وبرش التخشيب رقات. طب تصدق بقى ان انا داخل ومش فاهمه اي حاجه؟ انتاج السياره الوطني، ماركه تجاريه متسجله. شوفي ايه ده يا مهولي، ده دم. اقل واجب نعمله معاكي نسيح دم قدامك، تحبش شويه منه؟ ازاي بس، ازاي تهون نفسك عليك كده؟ بنتعلمها من لفه. نقول لك ايه، عصام ومختار بيقول لك يا مدام، بس انا يعني مش حاببها. بص لحد ما تتعود عليا تقول لي يا شهيره، بعد كده تقول لي يا شوشو. شوشو؟ نقول لك يا شو؟ لا عيب نقول لك يا شوشو. لا عيب، يعني هنقول لك يا ابله. ينفع؟ ماله ينفع، بنتعلمها من لفه يا ابله. ما هو لما نهون على الدنيا يهون علينا دمنا، خصوصا عشان الناس اللي بيحبونا. يعني مش معقول، انا مش مصدق. مش مصدق ايه؟ تحبي نضربها لك تاني؟ لا يا حبيبي، انا مش قصدي، انا قصدي بس ان انا مش مصدق ان انا اعرفك من نص ساعة. حاسة ان انا اعرفك بقالي 20 سنة، مش مستغربة انك اخويا. ياه، كل ده بيتعرفوا على بعض؟ واضح ان بينهم كلام متحوش من سنين. هي يا استاذ عصام عايز تنام ولا ايه؟ ده انا نفسي انام، بس الظاهر بقى على رأي الست أم كلثوم نسيت النوم وأحلام نسيت لالي وأيام. بعيد عنك حياتي عذاب. سوري يا ست رزقة، على فكرة أنا ما كنتش بغني. أصلاً يوني جاية سمعت كلمة الست سومة، فقلت دول قاعدين قاعدة روماتيزمية. اسمها رومانسية يا خالتي. ما تفرقش عن خالتك، انما يعني الضيفة مش باينة. والولا فين؟ قاعدين مع بعض في الجنينة يا رزقة. اكيد اخته دي شكلها حلو قوي، مش كده؟ مش وقته، خلينا في المفيد. بص يا استاذ مختار، انا مش هنشتغل لكم هنا شغل السيالة، انا هنشتغل لكم شغل السرايات. انا هندخل جوه نقعد في طقم الصالون اللي في الصالة الكبيرة، وهنحط رجل على رجل، وانت تنده لنا المحروسة. بس أذني الأول، عارف ليه؟ عشان الليلة دي تعدي على خير. يلا يا مزمزيل تعالي عشان تتعلمي أصول الإتيكيت. الإيه؟ سمعتيها فين بقى دي يا طن؟ من أنتوكا. إخلاص. اللي هي فين يا؟ رفضت بشدة وقفلت باب أوضتها في وشي، وقالت إنها مستحيل تشتغل في غير مواعيد العمل الرسمية، حتى لو جه كوفي عنان بذات نفسه. لكن سحر وافقت تيجي معايا وقالت انها تحت امري. انا دايما في خدمتك يا فندم. ميرسي لسحر. ميرسي لسحر. اني وليا اخلاص دي انا مش عارفه نعمل معاها ايه. انا كل ما نبلع لها زلطه تزقني بدبشه. بلاش وليا دي يا طنط. معلش يا هانم، اصل مدام اقراص، قصدي مدام اخلاص، بتاخد الاقراص اللي تخليها مدروخه وما تقدرش تقوم قبل ميعاد صحيانها. اكزاكتلي. ان شاء الله تبقى تاخدها تنام ما توعى تصحى. ما بلاش الالفاظ دي قدام الشغاله. واني كمان هنعمل امثل للشغالين؟ ده عيشه ايه السودا اللي انا هنعيشها دي؟ بنقول لك يا صل، اطلع غير البيجامه اللي انت لابسها دي لو عايز تقعد معانا، ولو مش عايز خلاص اطلع فوق نام. يلا. ايه ده؟ مين ده؟ مقلب من مقالب مغاوري، مره يطلعهم لي من الدولاب ومره نايم لي واحد في السرير. ماشي حاضر. ويا ترى ده مين بقى؟ اسناوي ولا مرجاني؟ قول له هياخد نصيبه. Thank you.
عمه. مامي هعرفك على شهير اختي. يا اهلا وسهلا يا الف خطوه عزيزه، انستي وشرفتي يا حبيبتي. اهلا يا رزق هاني. بالحضن يا غاليه يا اختي الغالي. اتفضلي اتفضلي اقعدي على الطقم ده. ميرسي جدا. دارة فتح الباب بنت خالد مغاور. اهلا يا دارة، اسمك اوريجينال جدا وبصراحه انت كمان زي القمر. ربنا يخليكي، انت احلى. ما تقعدوا. طيب تسمحوا لي انا بالانصراف؟ ماشي ماشي يا حسن، عارف انك هتنام وانت واقف. بص خلي الاسطى خالد يوصلك، وان شاء الله بكره تجيب الشنطه بتاعتك عشان هتعيش معانا هنا زي ما اتفقنا. حاضر، تصبح على خير. استنى يا عصام، خدني معاك لغايه البواب نطمن على الهانم اللي قاعده لوحدها في العربيه. ميرسي جدا، ممكن تقول لها انا مش هتاخر يعني دقايق وجاي على طول. حاضر، عن اذنكم. هشوفك تاني يا مخ. لو عزتني. رايك في اختي؟ زي العسل ها؟ هي صراحه يعني زي العسل، وباين عليها كمان دمها خفيف زي الازوزه. بس نقول ايه بقى؟ الحلوه ما يكملش. يلا يلا رزة. طيب لا مؤاخذه يا جماعه، عن اذنكم انا امي باين عليها بتدهن عليا. لحظي ان ابله شهيره لسه راجعه من السفر بشوكها. وانا اتكلمت وقلت حاجه؟ انا بنقول هي حلوه وزي الفل، بس صراحه يعني محدش يزعل من الاصول، فاتت عليها حته اصول زغننه قد كده. ارجوكي هنا ممكن اعرف هي ايه؟ يعني يا حبيبتي اما تبقي داخله بيت تسالي على الست، تكلمي الست الاول. مامتك ما قالتلكيش ان البيت بيت الست؟ بعد كده بقى تبقي تدوري على اللي انت جايه عشان اعدلي الاريال. لا يا مغاوري، رزقه هانم بتتكلم صح. انا متاسفه جدا يا رزقه هانم، انا فعلا عديت الاصول. يعني انت مش زعلانه؟ حلو. رزه كمي المحضر اللي انت فتحتيه. انا يا اخويا ما نفتحش محضر لحد. انا سالتك على حاجه يا شابه؟ الحقيقه لا. عليها وعلى ادبها. الحقيقه لا صراحه. ولا انت محظوظ بالمزمزيل اختك دي. لا لا لا، ده انت حاجه تانية خالص، غير امك خالص. استوب استوب، مش مزمزيل القبله مدام. لحظه واحده يا مغاوري، حضرتك تعرفي امي؟ مش جات لنا من اسبوعين في بيتنا القديم في السياله؟ بعد عنك، العدو ما يشوفهاش، وقعدت وجعصت كده. فاول فاول رزه، ارجعي نص ملعبك. القبله مش بنت الحاجه اسمها. لا والنبي. والله لا، انا بنت الحاجه فايقه الله يرحمها. هو مصلحي كان اني واحده ثالثه؟ راح فايقه واسمت وكريمه؟ لا لا، ده طلع نمر. انا مش عامل فيك كده يا صلاه. انت كهرباء امك يا صلاه؟ عاوز تموتني محروقه بالكهرباء يا صلاه؟ انت برضه بتقولي عاوز ياما؟ والله العظيم يا اداره قلت لها 100,000 مره ان ما كنتش اعرف ان هي. انا كنت فاكره مغاوري عامل لي مقلب من مقلبه، كان مخبي لي واحد يعني مكلفته في البطانيه كده عشان اول ما اخش يقوم فاجعني اول ما اخش على طول. فقلت ايه، اقوم متزغزغه شويه بالكهرباء. طلعت امك. انت بتسمي دي زغزغه يا صلاه؟ اشربي الليمون يا ماما. مش عايز تموت لامي يا صلاه. انت اللي يكرهوني. يلا بنت يلا، تعالي نروح لاوضتك، انا حاجه بنام معاك. اشمعنى؟ وانت ايه بقى اللي جابك وكلفتك كده ونايمك في سريري؟ التكليف مش بيشتغل، قلت اجي علشان تشغلهولي. لقيت الاوضه ساقعه وحلوه كده، ورحت نط على السرير وقعدت، ورحت مكلفته نفسي بالمفرش دوت. الله يخرب بيتك يا شيخ. ما انا عارف اصدي، يعني طول عمرك بتحبي تنامي بالتكييف، ما بتعرفيش تنامي من غيره. عجاني ربنا مدينا يا اخويا نعمه، يعني ايه؟ ما نحافظش عليها؟ اما انت غريب قوي يا فشله انت. روحي يا شيخ، ربنا يتقبل منك. اي خدمه تانية يا فندم؟ لا يعني ممكن اروح انام في معادي؟ روح. استنى، انت لسه كابت صح يا فندم؟ طب تعرفي تطلعي بره عند البوابه تشوفي سيدك مغاوري والست اللي كانت قاعده هنا لسه واقفين ولا مشت خلاص؟ حاضر، بس اروح اودي الصينيه الاول وبعدين اشوفهم لحضرتك. لا يا اختي، روحي انت بصنيتك بقى، انا هنطلع نشوفهم بنفسي. باي 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 مختار. باي يا موغا. الوفوار الوفوار يا موغا. ايه ده، انا مش شايفه حاجه. هو اللي معاك
معلقينهم على الحيطان دول؟ ده ولا لمبه نمرة 10 من بتوع زمان. امال الولا راح فين؟ سيبها ليكون طار وراحته. ده يا سودة ليكون سحران. هو مين ده؟ يما اقول عليك ايه؟ قلبي من الصحرا مندي عليك. اقول لك منك لله. مش قد الكعب اللي عليه بتلبسوه ليه؟ عشان نكسره على نفوخ. خلاص يا مغاوري هنتقابل بكره باذن الله في مكتب الاستاذ مختار. وان شاء الله بعد المكتب تيجي مع الاستاذ مختار هنا نتغدوا مع بعض، يعني انت معزومه عشان هو معزوم مع اسرته انا عازمهم وانت بقى تيجي يعني معاه. ربنا يسهل، هشوف. سلام. سلام. وانت يا مدام قوت ان شاء الله يعني تشرفينا بكره مع الابله. اوكي حسب الظروف، تصبح على خير. ماشي وانت من اهل. خلي بالك كنت سايقه. ها؟ روحي بدري. بعد اذنك طبعا يعني. في حد جاي تاني ولا لا في ساعة الباز؟ لا لا يا عم مش ناوي، قفل انت بقى. يا سلام، كلام حلو ولسان حلو، ربنا يخليك يا باشا. شوفوا شغلكم وبسرعة. احنا داخلين على بداية مرحلة تاريخية دقيقة، والدقيقة الواحدة اللي تعدي مننا بخسارة. أول خطوة وكالة حنفي نخلصوها، بعد كده عندنا زيارتين مهمين نوصلوا لغاية أهل السيالة ونقولهم مية مساء يا أهل السيالة الكرام. يلا يلا بسرعة. ساعدين انت بقى يمكن اليد دي. زغل هات شوال يا انا، شوال ولا سكيف ولا اي حاجه. ايه ده؟ ذهب ياقوت مرجان، والله وكتبت لك يا قاسم. حلو ده، حريفه بجد. يطلعوا كام دول؟ ما عديناهمش، لكن هم يعني بين 30 و40. اربع روزه من ذات ال100 فل، ده غير كبشه من ذات ال50 وكبشتين اخضر ب20 وكم طرد عشرات على خمسات. طب والبضاعه؟ كان عايزين يحرقوا الوكاله باللي فيها، بس انا اللي حشتهم. قدروا لطف، كويس ان واحد فيكم مخ نور واحنا بتوع حرايق. الله كرادح، مش انت اللي قلت لنا هاتوا عليها وطيها؟ قلت عليها وطيها، ما قلتش احرقوها، قلت خلي العطاره هي والتراب ميكس، احنا شغالين في النظيفه حبيبي. عملتوا ايه مع يوسف؟ ما عملناش،
الحملة ما جابتش. يا ابني انا قايل لك ان هو راجع معاه تحويشة الغربة كلها. ما لقيناهاش، متويها وضربناها علقة موت، وبرضه ما فيش فايدة. ما كانش فاضل غير ان احنا نقتله. يا دي المصيبة السودة، هو اتعرف على حد فيكم؟ كنا سيبناه حي، كان زمانه ملقح في درج المشرحة. لا يا واد جامد قوي، عملته ايه في اخر لفة؟ وفين الشريط؟ قلبنا المطرح خرم خرم لغايه ما طلعنا الصراصير من مطارعها، وبرضه ما لقيناش الشريط. بنت الرفه دي اخدته معاها، ادي مأمورية تانية فشلتوا فيها. صبرك عليا، احنا كان عندنا مأموريتين، المأمورية الاولى الشريط وما لقيناهوش، والمأمورية التانية العفش الجديد اللي كان مركون في القرار، كسرناه وفرفتناه لغايه ما بقى فرافيت. وبعدين عدم المؤاخذه، عدم المؤاخذه طولياني، بلاش شغل الاوانطه بتاعك ده. اذا كنت بتعمل كده عشان تلاغوش على لب الموضوع اللي هو الفلوس، لا يا حبيبي، يلا طلع الفلوس وفرق منابات زي زمان. انا مش حرام يا حضره الصوت، ده اجراء مؤقت يا ابو زيد ولا بد منه. اركب اخويا. انا يا حاج بتقول ان المفتاح كان مع ابو زيد وانت دورت عليه ما لقيتوش. ايوه يا حضره الضابط، جاني شعور غريب ان ما بيتش الفلوس دي في الوكالة. انا متعود ان ما بيتش اكتر من 10,000 جنيه في الخزنة، كنت كل ما يتجمع معايا مبلغ اوديه البنك. وطبعا ابو زيد عارف ان انت ما وديتش المبلغ ده البنك المرة دي. ابو زيد متربى معايا هنا في الوكالة وعمر ايده متمدد ويستحيل نشك فيه. الخزنة كان فيها فلوس قد ايه يا حاج؟ 65,400 جنيه مكتوبين في ورقة سابوها الحرامية بعد ما سرقوا الخزنة. اصل متعود قبل ما نقفل الخزنة اكتب ورقة بالمبلغ اللي فيها، عادة متعود عليها من ايام المرحوم والدي. قول لي يا حاج، انت بتشك في حد معين؟ اللي هنشك فيه هتشك انت فيه قبل يا حضرة الضابط. اوعى جدع انت، وهو ابويا فين؟ فين يابا؟ واخدينك ليه؟ خليك بعيد يا ابراهيم دلوقتي، اطلع بره كوردون الشرطة. اسمع كلام حضرة الصول يا هيب. طب نفهم فيه ايه؟ ايه اللي حصل حضرة الصول؟ الطلياني عاوز ينتقم منكم، يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار. يا يوسف يا اخويا اسمع كلامي، لازم نبلغ رئيسة. مادام ما خدوش حاجه يبقى ما فيش داعي. طب واللي حصل لك ده؟ الحمد لله ان جت فياني، ما حاولوش يترزلوا عليك او يؤذوا العيال. بس اللي حصل ده ما يسكتش عليه. ومين قالك ان هنسكت يا رئيسة؟ الصيع اللي من العينه دي بيعتبروا اللجوء للبوليس ضعف وعدم رجوله وقله بلوه، ما ينفعش معاهم الا انك تسقيهم من نفس الكاس اللي شربوك منه. يا ريت يا ريت، بس ما انتش فتوى ولا بلطجي يا ابن بطمي. بس انا راجل يا رئيسة. راجل وزيد الرجالة كمان، بس الرجالة اليومين دول لازم يطلع لهم ضوافر وسنان عشان ما يتاكلوش. بعتوني اجيب عم عسلية واديني جبته اهو. يا ساتر. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا عم مانع. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابو نزيه. الله خير، ايه اللي عمل فيك كده؟ اقعد بس وانا نحكي لك. عركة ولا وقعت من الترام ولا ايه الحكاية بالظبط؟ على ما يحكي لك اكون اني عملت لك الشاي. استني بس، قبل الشاي عرفتوا ايه اللي حصل في السيالة؟ حاجة غير اللي حصلت عندنا؟ يا نهار اسود، انتوا سرقتوا انتوا كمان؟ ده في عصابة راحت للحاج حنفي في الوكالة وسرقوا الخزنة بتاعته، ومش كده وبس، ده راحوا كمان شقة رزق القديمة وخدوا العفش كله كسروه رموه في الشارع. يا لهوي. طب خالك تاجر وصاحب وكالة وعنده فلوس قد دماغه وفيه الطمع، ويوسف اخو رئيسة راجع من بره ونايم على تحويشة سنين الغربة، لكن بيت رزق القديم طب ليه؟ حد كان قاله ان في كنز؟ لا، في خيبته التقيلة اللي عاوز يداريها. والمرة دي تطلع خيبته ايه؟ ما خيباته كتيرة. الشريط اللي سجلوه العيال عفاريت لما راح لست الحسن شايل كفنه وعايزها تسامحه، سجلوه صوت وصورة ديجيتال وبالألوان. طب وايه يعني؟ ما كل الناس شافوه هو مدلي ودانه ومططي البصلة. ماشي، بس لما يتسجل يبقى زلة وفضيعة ما تتنساش، ويفضل على مر العصور معلمة في وشه. لهجتك زي ما تكون فرحان. أني بالعكس، أني مغموم آخر غم. ما هي الفلوس اللي نهابها من خزنة خالي مش فلوس لي برضو يا صفاء؟ يا لهوي، عايز تورث خالك على الحياة؟ مش مسألة ورث يا وليا، الفلوس دي تقرب لي، يعني فرضا لو حد خدها يبقى أني مش حد غيري. آه، عشان كده لما ما رضيتش تديله الفلوس امبارح قالك هنتصرف ونبعت لك الفاتورة، يبقى هي دي الفاتورة. كأنه أخدهم من جيبي. أنا مش عارف نعمل إيه يا صفاء، أنا
اني هنفرقع من الغيظ. مش هتقدر تعمل حاجه طول ما انت ماسك في دوله زي خيال المآتة. فشرت وفشر اللي يقول عليها كده وليا. احيه فولي نفسك يا سابي، ما تعرفش الناس في الراحه وفي الجايه بيقولوا عليك ايه؟ دلدول الطلياني. لم لسانك يا صفاء، ما تبقيش كده. امال نبقى ازاي يا واكل عقلي؟ تبقي ظريفه، تبقي لطيفه، وملافظك حلوه يا واكله مالي. اللي جاي على الباب ده انقذك من غضب. خش جوه وليه؟ روح افتح الباب يا راجل، بلاش هيافه. ماشي كده كله يطلع في الغسيل يا صفصف. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير يا ندل. هتتلم انت كمان على الصبح؟ عاوز ايه؟ وحشتني، جفاك سهرني وقلق منامي. وبعدين بقى انت مش خرجت منها زي الشعره من العجين وطبخوا لك القضيه وخرجت منها صخ سليم ورجعت تلقح جتتك على الخلق وتملى كرشك بالسحت؟ عاوز ايه تاني؟ حل عن سمايا، ابعد عن نفوخي. مش هبعد عنك يا اكحل العينين. لو عليا مش عايز نبص في وشك المسمسم اللي زي حالاتي ده. انت مطلوب عند البيه ظابط المباحث. اختك عندها حق يا ابو حجاج، لازم نبلغ. يلا اشرب الشاي وتعالى بينا. اعقل عبد منعم، اعقل وما تعومش على قوم الشعنونه دي. اهلي شعنونه يا يوسف؟ ده طرقه في خيرك يا سيدي. يلا يا بنت انت واخوك، تعالوا بره بره. الله الله، اتلوينوا هنعملها زعل عشان كلمه لا طلعت ولا نزلت. اني لا يهمني الكلمه اللي انت قلتها ولا 20 كلمه زيها. اني قاعده متغاظه وانا شايفاك متخرشم كده وقاعد منتسر. احنا هنعيده كل شويه يا رئيسه؟ ما اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك على المفيد واللي فيه، ولا كل شويه هتعيدوا وزيدوا في اسطب وزيد؟ جرى ايه يا اخوانا؟ هتقلبوها عركه ولا ايه؟ اني لا بنتعارك ولا بنتصالح ولا ليا دعوه بالموضوع ده من اصله. انت حر يا يوسف، اعمل اللي انت عايزه. عم منعم، ما تنساش تبقى تتصل برزقة تقول لها على اللي حصل في شقتها. حاضر هنقول لها، مع ان البوليس زمان وبلغها دلوقتي. يا سلام، الحمد لله الحمد لله ان ربنا الهمك تشيل فلوسك معايا. ربك كبير يا عسليه، سبحانه عارف اني شقيت وتعبت بالفلوس دي قد ايه. بس ايه؟ احنا برضو مش متاكدين مين اللي ورا الحواديت بتاعت ليله امبارح. ده عصابه زي ما انت بتقول، ولا شغل فرضاني واتجمع بالصدفة، ولا مفيش خرم إبرة خش منه شك. ده زي ما يكون ماضي جنبها. تقصد الطلياني؟ مفيش غيره. بس ده الحاج حنفي دربالة، خال غريب، صاحبه ورفيقه في سكة الشر. صح، أصل الطلياني ده شريف وعفيف وصاحب صاحبه وما يجورش عليه ولا يجور على خاله. بقول لك إيه؟ أنت الأيام اللي غبتها ديت كنت فين؟ سؤال غريب وملوش معنى عسلية. لا أبدا. بس تقالي يعني إن أنت كنت في عالم تاني ودنيا غير دنيتنا. محدش يخش ولا يقرب مني، اوعى من وش التراخ. اللي حصل حصل بقى يا رزق، هتروحي بس تعملي إيه؟ محدش له دعوة بيا ومحدش يسألني. استني يا خالتي، أنا هنيجي معاكي. غلوبة ترجاكوا، غلوبة تحايل عليكوا، ريقي ناشف. جهازي يا مغاوري، عفشي يا مغاوري، قطي يا اسمك إيه؟ عصام حضرتك. قول صحاب حضرتي، قول صحاب حضرتي. انا مقدر حاله حضرتك النفسيه. انت تخلص خالص، يعني ما ينفعش احسك تاني. عصا عصا عصا، ما تقطعهاش ولا ترد عليها. صدقت والنبي يا ابني، عصا وهو عصا. يا مغاوري بيه، من فضلك انا بتهان. خلاص يا عصام، الهانم عايزه تروح مشوار لحد سهاله، حضروا لها الدرايفر والعربيه. حاضر يا فندم، خمس دقايق كل شيء يبقى جاهز، انا اذنك. يلا يا خالتي، أنا هنيجي معاكي. هتروحي يا قدرة؟ أيوه. أنا مش هناخد حد معايا، أنا هناخد الشحط ده اللي هنهش بيه العصافير. يا خالتي أنا مش فاضي، أنا هنقابل الضيوف. وأنت مرحومة الضيوف يا ولا؟ أنا هنقعد مع مامتي ونقابل الضيوف ونستنى طنطي. يلا يا ولا. يا خالتي ما ينفعش، أنا لابس لبس الألعاب. أنا لابس لبس الألعاب، هو لازمه الترنج، وبعدين دي حاجة الفارغة دي، ما تحط رجلك في أي كوتش زي ما هي لابس كده واتكل. مش هتقولي رايحة تعملي ايه في السهلة يا خالتي؟ ده بيخليك انت في نفسك وفي السنيورة اختك اللي انت عايز تروح لها. بتغيري من اختي يا حاجة؟ انا لا بنغير ولا بنني، سايق عليك النبي، تسيبني في اللي انا رايحاه.
خلاص ياما، خلاص ياما، اعمل اللي انت عايزاه، اعمل اللي انت عايزاه يا رزق. وانا كمان هنعمل احتياطاتي، هنتصل بفرقه الانتشار السريع. انا مصدقك ابو زيد، المعاينه اثبتت ان القفل اتطفش ما اتفتحش بمفتاحه. ربنا كبير وما بيرضاش بالظلم يا بيه. ماشي حميده، خد ابو زيد لعمرو بيه اعمل له الابرات اللازمه. تمام سعادتك يا فندم. هترموني في التخشيبه يا باشا؟ لا يا ابو زيد هتروح. حميده عطيه جاب الراجل التاني ولا لا؟ تمام يا فندم، ومتحفظ عليه في مكتب الصول هلال يا فندم. خليه يجيبه. امر سعادتك يا فندم. ايوه جاي لك الراجل اللي اسمه ابو زيد ده بتاع وكاله حنفي درباله. مشيه. لا ما تحجزوش، هو ملوش في الموضوع. يلا مع السلامه. ادخل. خش قدامي، خش قدامي. تمام سعادتك يا فندم، انا كنت جاي في طريقي لمكتب سعادتك قبل ما يقول لي حميده. ادي غريب المشي. غريب التش. تحب حضرتك استنى انا بره؟ حسرتك يا رزق، حسره فوقك وحسره تحتك وحسرتك فيك اللي باقي من عمرك يا رزق. ادي اللي كان ليك يا رزق، فرحتك اللي ما تمتش، فرحتك اللي ما تمتش يا رزق. فوتي كل المغاوري وموظفين مغاوري، روحوا هاتوا لي حاجتي، روحوا هاتوا لي حاجتي. ما رحتش تجيبي حاجتك ليا يا رزق؟ على رجلك نقش الحنه. فوتي للكلاب يا رزق، يا حسرتك، يا حسرتك يا رزق، حسرتك يا رزق. كفايه كده يا خالتي، ويلا بينا نمشي. يلا بينا على فين؟ على فيلة مغاوري وننسى اللي حصل؟ لا وربنا المعبود، داني ما ركعتش وانكسرت، واني غلبانه ومش لاقيه اللضه ومحدش قدر عليا. هننكسر واني شد حيلي ورفع راسي والفلوس مالي عبي. طب عاوزه تعملي ايه بس؟ هتشوف. طب تعالي، طب اركبي العربيه. مش محتاجه. ما قالتش رايحه فين؟ ما قالتش. وانت سبتها تمشي لوحدها؟ انا اتلخبطت، وبعدين يعني هي ما بتسمعش كلامي، فقلت نيجي نبلغها. انا عارفه هي هتروح فين. على فين يا خاله رزق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هما بيطلعوا امتى؟ زي ما انت شايفه كده خاله، من تحت تغطيه الارض. ما انت عارفه يا خاله احنا زي عفاريت الايالة بنطلعوا في اي وقت. تقولي موقف بسكتشي وانا انت وهو. ايوه يا خالتي، احنا عارفين انت رايحه فين وعايزه ايه. ايوه، وشفنا اللي حصل لشقتك القديمه وحاجتك اللي اتبهدلت، واللفه اللي لفاها الطليان امبارح في الشارع بالليل، وكلنا عرفناها. ايوه ايوه، وعارفين ان انا رايحه له، وعارفين انا رايحه اعمل ايه، والولا كلمكم على المحاميل وقال لكم الحقوا رزق. مش كده عن خالتك انت وهو؟ كده يا خالتي. الله، ومن غير ما يقول لنا يا خالتي، واحنا معقوله نسيبوكي تروحي للتعابين دول لوحدك؟ اذا كانوا هم تعابين انا رفاعيه، وتعالوا اتفرجوا. وهو مسكتش انت وهو؟ مين السنيوره اللي جايه ناحيتنا دي؟ سحنه دي مش غريبه. قاعدين يكفيكوا شر الجايين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ الشمس ولا القمر ولا جنينه انطونيادس برحانها ووردها وفلها؟ ايه النور اللي احنا فيه ده؟ ايه بالله، انتوا قاعدين والسنوره واقفه، قوموا صفوا طابور وسمعوني تحيه القبله. يلا صف واحد ورايا. ها واحد اتنين. بقول يا درح، ما تخش انت بالمذهب واحنا نكمل وراك. ماشي. تحب تسمعي ايه يا ست الكل؟ اي مقطع يعني انت عاوزاه. لا مؤاخذه، تليفون. الو، ايه دنيا، ازيك يا حبيبتي؟ احنا معانا نجمتنا الكبيره. ايوه النجمه الكبيره قوي، تحب تكلميها؟ طب هي معاك ايه؟ خلصت الهيافه وشغل الثلاث ورقات اللي بتضحك بيها على الغلابه المخمومين فيك. مين الحرمه دي يا دحا اللي رمت الموبايل وبتكلمك بالاسلوب ده؟ بس ولا كلمه. ست رزق عندها حق تزعل وتاخد على خاطرها وتضربكم بالجزمه كمان. هي مين دي اللي تضربنا؟ وعشان ايه؟ هي دي الست اللي زورنا شقتها امبارح بتاعت العفش. ايوه يا اخويا بتاعت العفش. عندها حق ولا لا؟ صحيك على راسنا من فوق يا ست الكل. انت بتدور عليها معفن. ما بلاش طرق لسانتي بقى. الله، احنا ما نعرفوش هي كسر عين المعلم ده حب ايه، لكن احنا بقى ما حدش كسر عيننا بحاجه. واحسن لك تلم نفسك، تهويش النسوان ده مش معانا، احنا اللي كنا بندور عليه ما لقيناهوش.
يعني مالكيش حاجه عندنا؟ ليها يا اخويا ليها. والعفش اللي اتكسر ده كان جديد في يوم من الايام، يعني لازم تاخد ثمنه. انتوا هتشقطون البعض زي الكره الشراب وحيات امك انت وهو. شيخ المنصر بتاعكوا ده جالي وشايل كفنه وعليه سكينته، وان كان ممكن نجز بيها رقبته، وكل ده متصور صوت وصوت. ما هو كان عربون محبه وانسانيه، وانت سامحتي واتصفينا اصفى من عين الكتكوت. اللي عملته ببيتي وبيت يوسف وكاله حنفي مسح كله، ما فضلش الا القديم. ليه بس يا ست رزق؟ احنا مالنا ومال يوسف ومالنا وكاله حنفي؟ هتلبسيني قضيه؟ عنك انت يا ضحى كرهها مره. ايه شغل التلاقيح ده ورمي الجتت ولا ايه بالظبط؟ شيل ايدك يا راجل اربه. انت هتمد ايدك على حرمه رمه؟ طب ما تيجي بقى يا حلاوه انت وهو كده عين الام انت وهو. دورونا المرجاله ده مؤاخذه خلاص ابعد انت دلوقتي. الله عسليه عم يوسف ده انت وخلعه. تعال يا خالتي تعال اجري ورايا تعال. الموقف مش حلو نجرب. ايه ساعتك يا سط اللو. احكي لي هذا على اللي حصل بالتفصيل. انا هقولك يا باشا. الجنتلمان اللي عنده ولا سعاده الباشا ضربونا لما هارونا ضرب، ولولا ستر ربنا كان زماننا متنا. العيال دي ارهابيين يا باشا. انت تسكت خالص ما تتكلمش الا لما اسالك وفي دورك. ميخائيل بس اللي يتكلم. وبالمناسبه يا فالح فين يا الزعيم بتاعكم؟ اول ما سخن لقيت العركه فص ملح وداه. الا صحيح يا صلا انت عملت زيه؟ زي مين؟ المخفي اللي ما بيعملش راجل غير على الضعفة وما بيضربش غير في الظهر. ما تفسر يا الرئيس. اصلهم يعني بيقولوا ان الاتنين اللي زاغوا اول ما العكة ابتدت لا مؤاخذة يعني الطلياني والصلاة. صح يعني زغت صحيح بدري بدري، بس انا يعني ماليش في العرايك دي. وبعدين بصراحة يعني انا خفت يعني العربية تتروق. ايوه الصلاة بس العربية فيها سواق. يعني هو السواق يعني دقيته ايه يعني؟ خبط على نفوخه ويسورق وبرضه العربية تتروق. متشكرين على الليمونات يا رئيسة. لا ما انتش مروحة قبل ما نتغدوا سوا. ما ينفعش والضيوف اللي جايين لنا دول. انا بنقول لك يا رئيس مش عايزين نبعد عن بعض كتير يا اختي. انا بنحس ان انت بعيدة. إنني لوحدي في غربة. طب بلاش بقى الكلام ده لحسن أنا هنعيط. أي والله أني في غربة حبيبتي. بس يا جرى إيه يا خالتي؟ ما الدنيا مزهزهة ومروقة معانا، ولا أنت يعني غايبة نكد؟ بس يا ابني ما تبوظش المنظر العاطفي ده. فيلم عربي قديم وبايخ. والله ما بايخ غيرك. أني موافق. اتفضلي. تأخرنا. ما نتحرمش من دخلك بيتك يا رئيس. خلي بالك من نفسك يا اختي. فتناك وبعافية. أنا سمعت إن عنك المؤنس بيقول إن اسمها هانم راحت لعبد الحليم بركات. أيوه وطلعت كتبته وصلت اسكندرية بالفعل. وبيقول إن هو شخصياً جاي وهيتولى القيادة. لحظة لحظة ما ينفعش كده تقعدوا إيه تباصوا لبعض وأني نتلوح ونحول. خلوها كده إيه مثلثات زي البرازيل. من روبرتو كارلوس لرونالدو لرونالدينو. يبقى اللعبة حلوة. انت بجد مش فاهمنا يا نوغة؟ نوغة؟ كل ده نوغة؟ هما مش بيدلعوك يقولوا لك يا نوغة؟ موغة موغة. يا سلام تفرق كتير قوي يعني. لا ما تفرقش استاذ مختار. بعد كده في الاوراق الرسمية بتاعتي كلها غير اسمي خلينا غوري عشان جوجو تقول لي يا نوغة. ماشي من هنا ورايح انت نغوري نصلحي الحنولي. انت قلت لي يا شوش يعني خدت عليا خلاص من زمان من امبارح بالليل. طيب ممكن بقى نرجع للشغل. شوفوا انا قدامي دلوقتي مكتب شركه ساحل الشمالي ده جاهز وتحت امركم، وكمان ممكن نشوف مكتب في وسط البلد علشان مدام شهيره تقدر تستقل بمكتب وانت بمكتب تاني. ليه ايه واحنا نعمل حكومه؟ انا وشهيره في مكتب واحد. انا معاك احنا لازم نفضل جنب بعض.
الو هلا ميخا، اخبار اللبش ايه؟ ها بتقول فين؟ في التخشيبه، في التخشيبه سمعتها؟ بنقول لك ايه يا موغ، الشبكه واقعه والخط بيترعش. انت سامعني؟ الو الخط هينقطع. الو يوه الخط انقطع. ما تدعك انت وهو. لا لا انت بتقول الكلام ده لمين يا انا؟ نعم نعم نعم، انت عايز الطريقه التانية ولا ايه؟ اتكلم على قدك. ادوله على قده. مخ ما عادش الواجب، ما عملناه وخلاص يا مغاوري. خليك حلو يا مغاوري، انا محامي كبير، ولا انت فاهم ان انا واحد من اللي بيقعدوا على قهوه جابر ورا المحكمه ويسترزقوا؟ انا انت حبيبي، انت حبيبي، وهتيجي معايا بقى عشان ربنا يحبك. ونبي لا انت رايح معايا يا استاذ مختار، واقول لك المره خدني معاك، انا هموت واشوف السياره.